واكتشفوا ان التركيبات دي ليها اضرار كتيره جدا جدا جدا. نمره واحد وابسط مشاكلها هي استاتيكلي او الشكل تجميليا. التركيبه دي عشان معدن، المعدن معروف انه دايما بيجي عليه الضوء بيبقى مط، ما بيعكسش الضوء. دايما بيدي شكل فيك او شكل غير طبيعي بالمره لاي حد بيبص على حد من بعيد مركب تركيبه، على طول يعرف لا ده عامل اسنانه عند دكتور، ده عنده سنه مفقوده. نمره اتنين كمشاكلها كطبيا بقى بعيدا عن الشكل، المعدن سطحه خشن مش زي سطح اسناننا، ربنا خلقنا اسناننا سطحها سموس او سطحها ناعم، بتمنع ان الاكل يلزق عليها بصوره سهله. المعدن تحت الميكروسكوب بيبقى خشن شويه، تراكم الاكل بيبقى في صفه سريعه جدا عليه، ده بيعمل لنا مشاكل في اللثه. دايما تلاقي عند تركيبات يقول لك انا عامل تركيب، انا عندي ريحه بق عاديه انا متعود عليها بسبب ان انا عامل تركيب. لا، انا عايز اقول ان كل الكلام ده مرفوض. الجديد بقى ايه؟ هي التركيبات الزركون بتتعمل عن طريق جهاز الكات كام. طب ايه الفكره؟ يعني انت غيرت الماده اللي انت بتستخدمها في التركيبه، بس في نفس الوقت برضه هي نفس الفكره، تركيبه ثابته. لا، اللي عايز اقوله ان هنا اهو التركيبه دي بتتعمل 100% بدون ما شخص واحد يلمسها. دايما حتى لو الشخص كان ماهر وايديه كويسه جدا في المعمل اللي انا بتعامل معاه مثلا، برضو احنا بني ادمين. يعني ربنا الانسان مش معصوم من الخطا. طبيعي اي حد لو سهي دقيقه ولا كام ثانيه احتماليه انه يحصل غلط. لكن التركيبات الجديده كلها بتتعمل عن طريق خرط اوتوماتيك، عن طريق اجهزه الكمبيوتر، احتماليه ورود الاخطاء فيها لا تتعدى 0.5%. فان هو التركيبه دي تبقى جايه مظبوطه 100% على الاسنان، ما عنديش المشاكل بتاع التركيبات القديمه لان هي معموله مش معدن. شكلها ممكن بعد ما تركب دكتور سنان تاني بعد ما يكشف على المريض دوت يقول لا انا مش عارف في تركيبه ولا لا، تعالي نعمل اشعه عشان اعرف في تركيبه يا راجل ولا لا. فهي دي الفكره في التركيبات الزركون، احنا بنقول مش هي تجميليه بس، لا بنقول ان هي تجميليه وفي نفس الوقت ليها استخدامات طبيه كتير قوي احسن من التركيبات خصوصا القديمة. يا دكتور ان الناس كتير بيفقدوا الاسنان الاماميه. طبعا دايما الاسنان الاماميه اللي بتفقد اول حاجه. طبعا هي الاسنان الاماميه طرق تعويضها طبعا اهم واحسن طرق تعويض الاسنان هي الزراعه. بس الفكره اللي حابب اتكلم على التركيبات ليه؟ نفترض ان حد راح لدكتور ما، معانا صور يا دكتور ممكن نشرح عليها. دي صوره هي التركيبه تمام. معموله في الاسنان الاماميه زي ما كنا بنتكلم. زي ما احنا شايفين الاكل اتراكم عليها، في صبغات غيرت في لونها، في فرق ما بينها وما بين اللثه. يعني من بعيد اكيد الشخص ده وهو راكب له التركيبه هو مش راضي عن نفسه ولا راضي عن شكله طبعا. ولا راضي طبيا حتى عن ريحه الفم اللي بتظهر له، يبقى متضايق جدا جدا جدا. في روائح كمان يا دكتور غير طبعًا الشكل. طبعا لان احنا عمالين في تجمع اكل، حتى لو هو بيغسل سنانه وبرضه الناس تلاقيها مركبه التركيبه بتقول لك انا بغسل سناني مرتين في اليوم وبرضه الريحه دي مش عايزه تروح. الفكره كلها ان المعدن سطحه خشن، في اماكن معينه الفرشه عمرها ما بتعرف توصل لها. فالفكره ان التركيبه ديت هيفضل يغيرها ويعيد فيها. انا صوره ثانيه يا دكتور. دي صوره ثانيه برضه. تمام. التهابات اللثه هنا في الصوره ديت ادت ان اللثه تتراجع عن مكانها، فابتدت تكشف جزء من الجذور زي احنا شايفين في اول سنتين. الجذور ابتدت تبان عندنا. تمام. طيب هل المريض زي دوت الحالات دي بتجيلي كتير جدا؟ اقول له لا انت مالكش علاج خلاص، انت الحاله عندك لا باظت وكده؟ لا طبعا. بنشوف تحت التركيبه ديت حاله الاسنان اخبارها ايه؟ هل لو في سنه محتاجه حشو، لو في تسوس او اي حاجه بعالجها الاول طبعا. بعد كده بنغير التركيبه دي خالص، سواء عن طريق التركيبات التجميليه اللي هي بتتعمل زركون او عن طريق الزراعه. بشوف طبعا كل حاله ليها المناسب ليها. اللي بيناسبه اكتر حالات بتلجا ليه. تمام. بالظبط. نمره اتنين، بقينا دلوقتي بنستخدم في التركيبات التجميليه اجهزه الليزر معاها. طب الليزر بقى بيفيدني في ايه؟ التركيبه المنظر اللي احنا شفناه دوت ان التركيبه بعيده جدا عن اللثه، بقيت اقدر ارسم شكل اللثه عن طريق الليزر. طبعا الكلام ده كله عشان الناس هتخاف دلوقتي تقول لك لا بيرسم شكل اللثه ده هيقطع في اللثه، ده هيستخدم بنج ومشرط. لا، الليزر فكرته كلها ان انا بطلت خلاص حته ان انا استخدم بنج المريض داخلي. معانا صوره يا دكتور. الصوره ديت تبين لنا ان هو بصي التركيبه ما حطينا عليها النور دي تركيبه تجميليه او تركيبه زركون. تمام. اما حطينا عليها النور هي عكس النور او معدياه زي الاسنان الطبيعيه. مش كده بقول لك ممكن دكتور سنان يشوفها يقول لا المريض ده مش عامل تركيبه، لازم اتاكد باشعه الاول. الاشعه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تبينها. فهي الصوره دي موضحه جدا ان قد ايه هي قريبه للاسنان الطبيعيه. تمام. الصوره تانية الصوره دي بقى جميله جدا عليها. دي هنا اهو في تركيبه راكبه، انا عايزك انت بنفسك بقى في فين التركيبه اللي راكبه؟ لا مفيش تركيبات. ما هي الفكره بقى احنا هنا عاملين تركيبه، يعني ده يا دكتور الصوره دي متركب فين؟ هنا اهو في اول ثلاث سنين على الناحيه اليمين محطوطه التركيبه. عشان كده بقول لك هي ممكن دكتور مش بقول لك شخص طبيعي بالظبط. تمام بالظبط. ففرق كبير جدا بين التركيبات اللي هي بتاعت زمان المعدن والتركيبات الزركون الجديده. لان نسبه الخطا ما بقتش موجوده، حته ان في نص ملي ناقص ولا ربع ملي دي لغيناها خالص.
زي كنت عايز اكمل لك كلامي في قصه الليزر. تمام. انا الليزر دلوقتي بقى استخداماته اكتريه الطب الاسنان ماشي في ناحيه التكنولوجي. واحنا عندنا في المراكز انا دايما بحب ادور على كل ما هو جديد، لاني مؤمن جدا ان التكنولوجيا بتساعد اي دكتور وبتسهل على المريض حاجات كتير جدا 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 جدا. تمام. يعني في الصوره دي استخدام للليزر برضه يا دكتور؟ ده هنا الليزر واحنا بنستخدمه. هنا هو كان زمان لو تعرفي في ناس تلاقيهم عندهم زوائد في اللثه، كان الطبيعي انه حاجه من الاثنين، يا بيفضل راضي عنها ويقول انا هعيش بيها حياتي وخلاص. تمام. يا بيروح لدكتور سنان وبعد ما بيعرف العمليه بتتم ازاي مع الدكتور يشرح له يقول له برضه لا انا هكمل بيها مش عايز اعملها. ليه؟ لان هي كان بياخد حقن بنك، بتتعمل العمليه عن طريق مشرط والعيان طبعا شايف الكلام ده كله ومنزعج جدا وبيبقى فيه دم، فالناس بقت كانت بتخاف من القصه دي، بطلت تروح تعملها، تقول لا انا ايه اللي يدخلني في القصه دي كلها لمجرد زوائد لثويه. انا عايز اقول دلوقتي بقينا بالليزر بدون استخدام لنقطه بنج واحده بقيت اقدر اعمل كل العمليات اللي في اللثه اللي كنت بعملها زمان كانت قصه واسبوع وتاكل ايه وما تاكلش ايه. لا دلوقتي الموضوع بقى في منتهى السهوله. بقينا في 5 دقائق مفيش نقطه بنج، مفيش نقطه دم. معانا صوره يا دكتور موضحه اكتر. الصوره ديت المريض ده كان بيشتكي من عنده صبغات على اللثه، خليها اللثه عنده لونها اسود بسبب التدخين. اللثه مش الاسنان. اللثه واضح جدا يا دكتور. تمام. هنا هو بصي بيفور اند افتر دي بعد بالظبط 10 دقائق من الجلسه استخدام الليزر. تمام. بنقشر، بنعمل بيلينج بسيط قوي الاول طبقه من اللثه اللي فيها الصبغات دي كلها، نرجع لون اللثه بينك وصحي زي الاول. يعني الليزر يا دكتور غير لون اللثه كمان مش الاسنان بس؟ بنغير ليه استخدامات كتيره جداً, جدا 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 جدا. اكتريتها اللي انا حابب اوريها للناس تجميليا بتستخدم ازاي، دي واحد لان ده تخصصي. تمام. نمره 2 انا عايز اقول لهم ان 100% مش كلام ان انا مجرد بتكلم وخلاص، لا انا بتكلم بجد، والكلام ده على فكره واقعي ولو اي حد دخل على النت وبيقرا وبيشوف. في صوره ثانيه يا دكتور موضحه من اللثه غامقه جدا جدا، دي نفس القصه كانت نفس العمليه برضه. تمام. بس ان هو سبب الصبغات ديت ما كانش السجاير او التدخين، لا ده كانت حاجه اسمها ريشل بيجمنتيشن، هو مولود بالعيب ده في اللثه. طبيعه شخص معين ان هي غامقه. بالظبط كده. فهنا هو بعد عمليه التفتيح بس هو خد جلستين. الجلسات برضو عايز اقول ان هي ما فيهاش الم تماما. القصه دي على فكره كانت بتتعمل زمان عن طريق مشرط، وكانت الموضوع ده بياخد من 5 ل6 جلسات، كل جلسه فيها بنج ويا تجيب نتيجه يا ما تجيبش. ده نوع عمليه لطبيب الاسنان بقى برضو عن طريق الليزر. حابب اقول طبيب الاسنان كان زمان بيتم في حوالي 45 دقيقه لساعه. المريض مطلوب منه انه يفضل قاعد ما بيتحركش، لو اتحرك ممكن يتلسع او يحصل له حاجه. دلوقتي انا بقول عن طريق الليزر اختصرنا المسافه دي خالص. تمام. حسيت الاسنان اتلغت، ما بقاش فيه البريكوشنز، ما ينفعش اقول له اطلع من عندي في العياده ما تاكلش كذا واشرب كذا وما تشربش كذا، لا. عمليه الطبيب كلها بقى بتعمل في 5 دقائق بدون الم تماما. بدون بنج طبعا. نمره 2 بيخرج من عندي في العياده بقول له انت طبيعي 100%، كله اشرب اللي انت عايزه. الطبيب بقينا بنوصل الحمد لله لنفس النتائج اللي كنا بنوصل لها زمان بدون كل الاعراض الجانبيه القديمه. تمام. فهي الفكره ان دايما بحب اطور علشان اوصل، انا عايز اوصل كل علاجات الاسنان ان شاء الله بدون الم تماما. تمام دكتور.